عكفناها خلال هذه الدورة الثالثة لمنتدى رجال الأعمال المغاربيين على إيجاد سبل الكفيلة لتحقيق الاندماج المغاربي، وكلنا أمل ورجاء في أن تسفل جهودنا على تكتل مغاربي اقتصادي قادر على مواجهة المنافسة وتحديات الأسواق العالمية وتحولات العالم المعاصر. ولا يخفى عليكم أن بناء هذا الفضاء المغاربي ليس قضية عاطفية أو مواضيع إعلامية للاستهلاك، بل هي وإنما هو ضرورة ملحة وعامل بقاء بالنسبة لشعوب المنطقة. ولنا نحن كرجال أعمال وكما طلبنا به في خلال إشغال المنتدى الأول المنعقد في الجزائر والمنتدى الثاني المنعقد في تونس في 2010. وعلى كل حال فنحن مرتاحون ومتفائلون كموريتانيون ومغاربة بصفة عامة، ولدينا قناعة والإرادة، وكما يقول من المثل الإنجليزي إن تتوفى الإرادة ترتسم الطريق.